التواصل يستمر وأشواطنا في استمرارية وأثار حاضرة دائما في المرموم في هذه الانطلاقات. ينطلق تاسع أشواطي صباحي هذا اليوم ليحمل الأبكار اللقاية المحليات الأصايل بهذه الشعارات والأسماء. نسير مباشرة نبحر في عمق الميدان. مصيحة على مقدمة الشوط عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري على المركز الأول، وعد في المركز الثاني سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث المسك وراشد بن سعيد بن محمد المهيري يأتي ويقدم المسك في هذه الانطلاقات. المركز الرابع خيرة وسيف بن سلطان بالحدي الاكتبي يأتي على رابع المراكز. المركز الخامس هذه مخلابة في المركز الخامس، سلطان بن حميد بن حمد العويسي يقدم مخلابة على المركز الخامس. المركز السادس وصلت في سادس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، وهذه تتقدم مزون وسعيد أو سعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي. المركز السابع في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع وصلت مشاهدي العزاء رغد عبد العزيز بن يمعة بن مبارك الحبابي. والمركز الثامن في هذه الانطلاق الحذرة لأحمد بن سالم بن عوي الشامسي يتقدم على ثامن المراكز. والمركز التاسع هذه وصلت في هذه اللحظات غازية محمد بن حمد بن راشد بن عبد الله النعيمي. والمركز العاشر أشوف هناك ضبا سيف بن سلطان بن حمد بالأصلي الشامسي يتقدم. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة التي تسير بهذه الانطلاقات في تاسع أشواطي صباحي هذا اليوم في هذه الأثار الحاضرة في سن اللقاية. انطلاقات جميلة وتحديات رائعة. عودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى في شاشة دبيرة سنقو النقل الحي والمباشر. عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول إلى المهيري المسك راشد بن سعيد بن محمد المهيري على رأس حربة الشوط على المركز الأول يتقدم ويقدم لنا المسك. المركز الثاني هذه مصيحة على ثاني المراكز عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري يتقدم، ووعد سعيد بن مهنا المحرمي يتقدم على ثالث المراكز. والمركز الرابع شوف التحركات أيضا والتقدم في هذه اللحظات من مزون سعود بن عبد الله بن يروان النيادي أو الشامسي يتقدم بن يروان الشامسي على المركز الرابع والمركز الخامس. هذه مخلابة لسلطان بن حميد بن حمد العويسي يتقدم راعي مخلابة على المركز الخامس. المركز السادس خير وسيف بن سلطان بالحدي الشامسي يتقدم في أول هذه تقدمت خيرة سيف بن سلطان بالحدي الاكتبي بالحدي يتقدم، ولكن سابع المراكز غازية محمد بن حمد بن راشد بن عبد الله النعيمي. والمركز الثامن هذه ضبا سيف بن سلطان بالأصلي الشامسي. والمركز التاسع من الجانب الآخر أشوف رقم ستة هذه اللي وصلت الفائزة وعلي بن محمد بن سعيد في هذه اللحظات السودان يتقدم في هذه الانطلاقات. وبالرشيد هناك سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد وشعاره هذه العشر المراكز الأولى، ولكن عودتنا إلى انطلاقة هذا الشوط. والمهيري
في هذه الانطلاقات المسك. راشد بن سعيد بن محمد المهيري يتقدم راعي المسك على المركز الأول، يتقدم على مقدمة الشوط، ومزون سعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي يأتي على ثاني المراكز، والمحرمي على المركز الثالث بن قرامش سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي، ووصل دكتور الأصايل، وصل سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد. عالية هي عالية. في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الجميلة، الألف ومئتين في هذا الانطلاق، وصول وتحدي وانطلاقة عالية 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 عالية. وسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد، والكيلو الأخير، الكيلو المثير، الكيلو الخطير في هذه الانطلاقات والتحديات، في هذا الاندفاع. المركز الثاني المسك راشد بن سعيد بن محمد المهيري، المركز الثالث أشوف الانطلاق مزون سعود بن عبد الله بن يروان الشامسي على المركز الثالث، والمركز الرابع شوف اللي وصلت، اللي تحركت الفائزة، هذه الفائزة مشاهدين العزاء، علي بن محمد بن سعيد يتقدم في هذه اللحظات. السودين وصل كذلك، وصل في هذه اللحظات، ولكن نعود إلى المراكز الأولى، إلى المركز الأول. هذه تتقدم بالمركز الأول وانطلقت عالية عالية، وسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد يتقدم دكتور الأصايل على المركز الأول. المركز الثاني الفائزة علي بن محمد بن سعيد السودن، الذي السودين يتقدم في هذه اللحظات، السودين يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث خالد بن سعيد بن بروك الحميري، اول ندى، ولكن سلام لأهل العوير، تعودوا بالسلامات، هذا الشعار بالذات دكتور الأصايل، تهانينا. سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد يتقدم بالمركز الاول، يتقدم مشاهدينا الاعزاء مع عالية تعلن الفوز والناموس. والمركز الثاني وصلت فيه الفائزة لعلي بن محمد بن سعيد السودين، الذي وصل في المركز الثاني. والمركز الثالث غيوم لخالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، والمركز الرابع من وصلت فيه اللي هي اليروى لأحمد بن مطر بن مايد بن طارش الخيالي، والمركز الخامس. عموما على كل حال، هكذا كانت النتيجة وهكذا كان الانطلاق، تهانينا وسلاماتنا، صباح الخير يا أهل العوير على هذا الأداء الجميل. 7:46 خمس أجزاء من الثانية، تهانينا لسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز والأداء الجميل. عالية المركز الثاني 7:49 وجزء واحد من الثانية، من قدم التنافس جميل وتحدي اللي هي الفائز. مشاهدينا متابعينا الكرام، مالك علي بن محمد بن سعيد السودين الذي حل في المركز الثاني. المركز الثالث 7:49 ست أجزاء من الثانية، خالد بن سعيد بن بروك الحميري، تهانينا.